ابراهيم، معكم ابراهيم عمران لاعب وداد طنجه. زيد بالنسبه للمقابله اليوم ما كناش محظوظين، ديالنا فرص ثانيه حال تسجيل المقابله كانت تفيدنا، ولكن الفريق راه الفريق اللي لعبنا ضد شباب سيد الدريس راه هو مهدد بالسقوط، فهمتي؟ لعب معنا ناد لينات، مقابله كانت صعيبه شويه، جاونا فرص ما ماركيناهمش، الحظ هو هذا، المقابله اللي ماشي يكون خير ان شاء الله. تحياتي.